هلا بدنا نتابع إضافة التفاصيل للوحتنا، مع العلم إني زي ما ذكرت بالفيديو الماضي رح أقيم الشوكة، وفعلا قمت الشوكة عشان رسمها كان كتير معطي خربشة هيك، مش عاطي توازن للرسمة. يمكن موفقة كنت فيها أكثر بالرسمة الأصلية، بس ما حبيت أرسمها بهاي. هلا رح نتفوت بالألوان الخشب من نفس الدرجات اللي استعملتها بالألوان المائي، عندي قريب منها كثير ألوان خشب هون، ومنستعمل البرتقاني لنعطي شوية تظليل، شوية خطوط هون، نعطيها شوية ملمس كأنه. ممكن نفوت شوية هيك تفاصيل صغيرة، نفوت على الأماكن الداخلية هون بين تحت الكريمة مثلا، أوكي نفس الأسلوب هون نتبعه. هلا نحن بالعادة بالرسم الواقعي لما نظلل ما بصير نبلش بغامق بعدين نفتح، المفروض نبلش فاتح، اوكي اللي عم نعمله هو تظليل، بعدين شوي شوي منغمق. بس مع الخبرة والسرعة والوقت بصير الإنسان يخترع لحاله مخارج، يعني زي ما تقولوا من هيك أمور. بس طبعا بحبتكم تعرفوا الطريقة الأصلية أو الطريقة الحقيقية بالرسم، انه التظليل بيكون بيبدا من فاتح لغامق وليس العكس، اوكي هاي قاعده خدوها. تاني اشي، انا هون في نقطه كان المفروض امحيها قبل الرسم ما يتلون بالمائي، بس يعني ما عملت هيك، فهلا رح اغمق فوق الرصاص بشويه لون خشبي، ما لغى كومبليتلي، يمكن يزبط اكثر لما نحبر او لما نحط ظلال أو لما نحط لمعة بالأبيض. هلا هون عاملة أنا زي سويرلز، زي دوائر شوي أو هيك أشياء ممكن نضيفها، أوكي ممكن لون أغمق شوي. أوبس أتمنى تكون وصلت الفكرة. هاي التفاصيل زي اللي فوق شوي، اللونين الزهري الفاتح والغامق، في درجات بالنص كمان زهري ممكن نستعملها، ممكن نغمق كمان. زي ما بذكركم التظليل أو التغميق بيبدأ من فاتح لغامق، مش زي ما عم بعمل أنا من رأسا غامق، أوكي. فنحن نتخيل أنه الضوء جاي من هون، فرح نرمي الظل من هون، فزي ما انا بقول لكم التظليل من فاتح لغامق، يعني هيك بعدين هيك بعدين هيك لحد ما يغمق. طبعا اللي انا عم بعمله هو غامق رأسا عشان السرعة، وعشان انا يعني صار لي فترة طويلة برسم، فالحمد لله يعني طويلة لاني كبيرة بالعمر صرت هلا، وبالخبرة هوبفلي كمان. صرت أعرف هالأشياء. في لون أحمر متخبي هون نستعمله لنظلل الكرزة، التظليل ضروري يكون ناعم، ممكن يكون خشن، ممكن يكون ما بدي أقول عشوائي، بس هيك ونغمق هذا الطرف لأنه الضوء جاي من هاي الجهة. بيبقى علينا الرمادي، أنا تلويني غير عن تلوين كتير ناس، تلويني فيه نسبة عشوائية كبيرة. منيح اللي صرت ألون جوا الخطوط، وأنا صغيرة كنت دائما ألون برا الخط، والتفصيلة اللي على الصحن رح ألونها بس بالرمادي عشان ما تطلع برا.
فهلا بنكتفي بهذا اللي عملناه، شغل بالقلم الرصاص. والفقرة الجاية بتكون تحبير و إضافة إضاءة باللون الأبيض. بنشوفكم.